الإجابة لا. ليه؟ لأن السيلز ديد نوت سكريت ما يدل على أصله. تعال هنا بص على الفاكتورة دي تلاقي السيلز منها كلها تقول إذا دي سيز فايبروسارفوما. طلع غير الفايبروبلاست. وهنا تلاقي في بينهم بون تقول إذا دي سيز أوستوسارفوما. هنا بقى بص معايا على الكونسيبت. يبقى الديفرنشيشن أوف ساركوما بيعتمد على ترتيب الخلايا ولا على إفرازها؟ على إفرازها. لما الخلايا تسكريت وات دينوتس إتس أوريجين تبقى ديفرنشيتد، لما نوتن سكريت تبقى مين؟ أنديفرنشيتد. وبالتالي الأنديفرنشيتد فايبروسارفوما زي في الرسمة دي والأنديفرنشيتد ساركوما تلاش فرق منهم، لأن مفيش بينهم السكريشن اللي يقول هم دول مين. خليك معايا أيضا إديس إيريسون. خليكم معايا في الحتة دي. وهسأل واحد فيكم سؤال لذيذ قوي. اقول لك تفتكر مين الكارسينوما؟ مين الكارسينوما اللي تشوفها بالمايكروسكوب تلخبطك مع ساركوما؟ الاخرانين بص كده في الرسمه دي عندي برانشيت كارسينوما مش مترتبه والخلايا كل واحده في حته، ففعلا تلخبطك مع مين؟ مع الاندي برانشيت الساركوما. بالمناسبه كل ما التيومر تبقى اندي برانشيت كمان شكل الخلايا بتاعها يبقى اوحش، يبقى الانابليزيا اعلى. يبقى اذا السيتولوجيكال الخلايا مالينا سنتين بس اكثر انابليزيا في الساركوما. الهيستولوجيكال في كلمه واحده هنا في الكارسينوما بيعتمد على ايه؟ ترتيب الخلايا ودرجه تشابهها مع الاصل، لكن هنا بيعتمد على ايه؟ سيل سكريشنز. خلاص مفهومه؟ يبقى النقطه الثالثه لو قلتها يبقى كتر خيرك. في الكارسينوما في معظم الكارسينوما السيلز بتبقى ملزقه ببعض زي هنا كده، فيهم نسبه كوهيجن. الساركوما دايما بتبقى خلايا متطوره ما فيهمش كوهيجن. يعني هبرد أربعة ودي مهمة جدا الفيسل. بتعرفين أي تيومر مالجنس لازم لها فيسل؟ الساركوما لأنها تيومر بتكبر بسرعة جدا جدا تلاقي التيومر مليانة بلاد فيسل، كل حتة في التيومر فيها فيسل. ولأن الجسم بيعمل الفيسل دي بسرعة فدي كالوتك، فتلاقي الفيسل أر ثين وولد فيري ويك. في الكارسينوما الفيسل موجودة ولكن أقل وبيتر فورمد، تلاقيها شكلها مش وحش قوي. وبص معايا لان الساركوما مليانه فيسلز والفيسلز بتاعتها ار فيري ثين وول، واحنا بنتكلم على السبريد زمان لو تفتكروا قلنا ان الساركوما بتسبريد ايرلي بايه؟ بالبلط، لان الفيسلز اللي فيها كتيره اند فيري ويك، بينما الكارسينوما كانت بتسبريد ايرلي بمين؟ بالليمفاتكس، وليد بمين؟ بالبلط. نمبر 5 بقى اي اريا اوف هيموز اند كروس موجوده هنا وهنا وان يكن بتبقى اكتر جدا في الساركوما. يفضل عندي اخيرا فرق كارسينوما وساركوما بعد الميكروسكوب. نمبر 5 فرق سبريد. الاثنين سرطان وانا لسه قايل الفرق ده حالا، الاثنين بينتشر لوكال اند ديستانت. الفرق الوحيد ان الديستانت سبريد بتاع الساركوما ايرلي بمين؟ بالبلد ورير بالليمفاتكس، بينما هنا مين؟ ايرلي بالليمفاتكس وليت بالبلد. فاذا الساركوما بوجه العموم ايه؟ بتبقى اخطر جدا جدا من الكارسينوما. ادي الشيء اللي كان متبقي. يس لا في البنتاس بس. تعال بعد كده ناخد النقطة اللي بعد كده ودي نقطة مهمة جدا. خلاص خلصنا الفرق بين الكارسينوما وبين الساركوما. يبقى احنا خدنا لغاية دلوقتي في التيومرز اخدنا نمبر 1 الديفينيشن زمان اخدناه الحصه اللي قبل اللي فاتت يعني ايه ورم، وبعدين قلنا ان الاورام بناين ومالجنت ولوكال مالجنت. اخدنا البناين والمالجنت في الجدول، وبعدين اخدنا الفاكتورز افكتنج البروجنوز بتاع المالجنت تيومرز، وبعدين اخدنا السبريد، وبعدين اخدنا الفرق بين الكارسينوما والساركوما. فاضل المجموعه ما اتكلمناش عنها اسمها لوكال مالجنت تيومرز. واللوكال مالجنت تيومرز دي احيانا الواحد يجي يستخف بقدرها، ودي مهمه قوي في فكره حاجه كتير جدا. افتحوا لانكم معايا اللوكالي مالجنان تيومرز، ركزوا تماما معايا. اللوكالي مالجنان تيومرز عشان افكركم بيها، زمان واحنا بنتكلم قلنا ان الاورام في الديفينيشن قلنا ان الاورام فري جروبس. مجموعه بتجروس لولي and does not spread منها بناين. مجموعة بتجو رابد وبتعمل infiltration يعني local spread، ولما تقرب من vessel تخترق وتعمل distant spread وبتنفس في اللنج والليفر الى اخره، سمينا دول مالين.
ومجموعة وسطانية تقدر تسبريد لوكالي، لكن السيلز ما بتقدرش، ما عندهاش قدرة احتراق الفيسل، فدي بتعمل لوكال سبريد بس نو ديستانت سبريد، دي بنسميها انترميديت تيومر او لوكالي مالجننت. وجينا بقى في الامتحان، احنا خدنا البناين والمالجننت قبل كده في جدول، وسيبنا اللوكالي مالجننت. دول بقى موقعهم بقى يقول لك جيب ان اكونت اون لوكالي مالجننت تيومرز. فافتحوا دانكم معايا، للاسف الشديد وانا بنبه لها من دلوقتي، في عندنا في الاورال الشفوي بتاع اخر السنه اللي انت بتكون سبت الجنرال بقالك فتره طويله، في لجنه ما بتسالش الا لوكال، مش لجنه كذا لجنه بتسالك فقط في الحته دي. فانليس يو ار الحته دي عارفها كويس قوي، تيجي اخر سنه ما بتكونش براجع كويس، بتلاقي نفسك متسوح. فتيك كير اوف ذيس، لان دي مجموعه مهمه الحقيقه، اللوكال مالجنت تيومرز دي مجموعه مهمه جدا. اولا تعالى نقول ادي البناين وادي المالجنت وادي اللوكال مالجنت. انا عايز اسال سؤال، هي المجموعه دي احنا بنسميها انترميديت، يعني وسط ما بين البناين وبين المالجنت، وسط من ناحيه الخطوره. لو انا عايز اعتبر المجموعه دي بناين ولا مالجنت، هي انترميديت. تختلف في ايه عن البناين وعن المالجنت؟ اولا هي بتجرو اسرع من البناين لكن ابطا من المالجنت، سلوور عن المالجنت. ادي اول فرق. طب لو بصيت بالمايكروسكوب على الخلايا بتاعتها، خلايا مالجنه فيهم الانابليزيا البليومورفيزم والهايبركروماتيك نيوكليا والمايتون، فهي سرطان. طب ايه الفرق الميجر بينها وبين دي؟ هو اللي انت شايفه في الرسمه، ان المالجنه تيومر بتسبريد لوكال اند ديست، لكن دي بتسبريد لوكال بات نو ديست، يعني تسرح زي ما هي عايزه، تيجي عند البلد فيسل ما تعرفش تطرد. فده فرق مهم جدا، يعني فرق في الخطوره ما بين اللوكال مالجنه والمالجنه، فرق جبار. دي بتموتك بسرعه جدا، ولكن دي قاعده معاك فتره طويله قوي قبل ما تخاف منها، مع الاخذ في الاعتبار حقيقه هامه جدا مهمه جدا. انت لو سبت البناين تيومر من غير تريتمنت بتقلب ايه؟ مالجنت. طب لو سبت دي من غير تريتمنت برضه تقلب مالجنت، اذا كانت البناين بتقلب يبقى بتبقى اولى اللوكالي مالجنت. اذا المجموعه دي ايه الكاركتر بتاعتها؟ سلوور ريت اوف جروث عن المالجنت، شكلهم مايكروسكوبيكالي فيهم السيتولوجيكال انابليزيا مالي، لكن اهم حاجه البيهافير لوكال بات نو ديستانس سبريد ان افكت اون تريتد دي تشينج مالي. يفضل بقى نقول اكزامبلز للوكال مالجنسي. هذه الاكزامبلز نمبر 1 هو بالمناسبه اي تيشو في جسمنا يطلع بناين ان مالجنس، لكن مش شرط يطلع لوكال مالجنس. هم اللوكال مالجنس في جسمنا كلهم 7 8 تيومرز، هديك منهم دلوقتي 3 اكزامبلز تعرفهم زي اسم وليه طبعا هتعرف الباقيين. اول اكزامبل تيومر بتطلع من البيزا اللي هي ربضه ايه؟ ربضه سكين اسمها بيزا سيل كارسينوما، دي مهمه قوي قوي. ثاني اكزامبل بيطلع من العظم مليان جاينت سيلز بتاعت العظم نسميها جاينت سيل تيومر. وثالث اكزامبل عايز تعرفه بيطلع من المانديبل من الجدر السناني يسموها ادامانتينوما. الادامانتينوس باللاتيني اللي هو جدر السنان، فدي بتطلع من جذور السنان يسموها ادامانتينوما. في اكزامبلز اخرى بس دول اللي انا عايزك تعرف. في الامتحان كثيرا ما يسالك هذا السؤال، ان given account on locally malignant tumors، فلازم كل اللي انا قلته تقوله، وبعدين يقول لك and describe the pathological features of one of these tumors. الوحيده اللي هتدرسها السنه دي معايا هي البيزل سيل كارسينوما في الجنرال، الباقيين هتاخدهم كلهم في السيستم، فدي مهم قوي لما نجي لها هبقى انبه لها، لان لو جالك امتحان سؤال هيبقى عايزك تتكلم على هذا الوقت. خلص الكلمه اللي على اللوكال مالجنت تيومر كده، البيولوجي بتاع الاورام خلص، اللي هو يعني ايه بناين، يعني ايه مالجنت، يعني ايه لوكال مالجنت، يعني ايه سبريد. فاضل بقى نقسم الاورام حسب هم طالعين منين، وركزوا معايا في الحته دي، لانه من هنا بقى نبتدي نبقى بنعرف اورام بحق وحقيقي. حاجه انا اسالك سؤال، هقول لك يا ترى ايه البناين تيومرز اللي بتطلع من الابيثيليوم، بناين ابيثيليال تيومرز، وبعدين اخلص دول هروح جاي اقول لك وايه هي البناين، ايه هي البناين ميزينكايمال تيومرز. اخلص البناين ابيثيليوم ثم البناين ميزينكايمال، اروح جاي اقول لك طب مين هي المالجنت ابيثيليال تيومرز، وبعدين مين المالجنت ذكر. يعني ناخد الاورام حسب التيشو اوف اوريجن. الجدول اللي عندك في الاول ده احنا مش عايزينه خالص،
هندخل على طول نبدا بالبناين ابيثيليال تيومرز. الجدول ده ما هو الا تجميع اخر السنه عايز تقراه مش هيفرق معاك. البناين ابيثيليال تيومرز المجموعه الاولى كل واحد يفتح ودانه معايا. انا عندي الابيثيليوم نوعين، يا اما الابيثيليوم ده سطح سيرفيس ابيثيليوم زي مثلا الجلد بتاعنا كده، والبناين تيومرز تطلع من على سطح زي ما خدنا قبل كده بنسميها بابيلوما. ادي واحد. يا اما الابيثيليوم ده داخل جلاندولار ابيثيليوم زي مثلا الاسيناي بتاعت الثايرويد، يوم يطلع من هنا ورم هذا الورم اللي طالع من جلاندولار ابيثيليوم يبقى رقم 2 نسميه ادينوما. ممكن توقف عشان الفوق بس بسرعه خمس دقايق ولا بعد. يبقى انا دلوقتي عندي نوعين من الاورام. النوع الاولاني بابيلوما ده اللي طالع من سطح، النوع الثاني ادينوما اللي طالع من جلاند، وما عنديش بناين ابيثيليال تيومر ثالث. فلو جالك الامتحان قال لك ان يوميريت بناين ابيثيليال تيومر هما مجموعتين يا بابيلوما يا ادينوما، ما عنديش ابيثيليال ده. نبدا بالبابيلوما. هي بناين تيومر بتطلع من سيرفيس ابيثيليوم، وبالمناسبه الاسطح عندنا في جسمنا كتير ولو تطلع بتبقى سنجل او احيانا مالتيبل، ياما ناس يبقى عندهم اكتر من بابيلوما في نفس المكان. وبالمناسبه احيانا بنشوفها من غير ما نعرف انها بابيلوما، بعض الناس يبقى عندهم زوايد جلديه اتس ناثينج بات بابيلوما، تلاقي بتاعه كده صغيره طالعه من الجلد. فعندنا هنا البابيلوما اتس كومن تيومر. علشان تبقى عارف الاسطح اللي تطلع منها البابيلوما تعالى نرسمهم مع بعض. بصوا كده معايا. مثلا انا برسم ثدي المراه لان في سطحين، الجلد العادي ده يطلع منه بابيلوما، وبعدين عندي هنا داكتس بتؤدي الى جلانز صغيره كده اللي بتسكريت ميلك اثناء الحمل، الداكت دي لها ايضا سطح فيطلع من هنا بابيلوما، وبعدين عندي سطح ثالث اللي هو الميكوزا بتاعه اليورينال تراكت ايضا ممكن يطلع من هنا بابيلوما، وعندي سطح رابع اللي هي الميكوزا بتاعه الجي اي تي او اي اورجان اخر، كل دي اسطح يطلع منها بابيلوما. اذا لو بصيت معايا في الرسمه دي تلاقي ان البابيلوما دي في منها 4 تايبس. اللي تطلع من الجلد او ستريتفايد كويماس ابيثيليوم دي نسميها نمبر 1 سكويماس سيل بابيلوما، ادي واحد. اللي تطلع من الترانزيشنال ابيثيليوم هم نسميها نمبر 2 ترانزيشنال سيل بابيلوما، واللي تطلع من الداكتس بتاعه الفيميل بريست يروحوا مسميينها داكت بابيلوما، واللي تطلع من الميكوزا اوف ذا جي اي تي لان الميكوزا دي اصلا معموله من جلانز اسيناي اللي بتسكريت ميوكس، فالتيومر اللي طالعه من السطح هيبقى شكلها بابيلوما لكن تركيبها هيبقى تكاثر جلانز، فبيعتبروها انها بابيلوما شكلا وادينوما تركيبا، فيسموها ادينوما تسبولت او ادينو بابيلوما، شكلها بابيلوما لكن تحت الميكروسكوب كلها جلانز وتكاثر اللي هي بتاعت الميكوزا. دول الفور فايبس اوف بابيلوما. يبقى احنا بس قلنا انواعهم، فاضل بقى نحشي الكلام. من الان من هذه اللحظه لغايه اخر السنه لما يجي لك ورم له اسم يبقى مطلوب منك ارق خمس نقط تحفظهم زي اسمك. جالك ورم لازم تقول له ايه الاوريجن بتاعه، ادي اول نقطه، اند سايت اماكنه فين، شكله ايه بعينينا جراسلي، شكله ايه تحت الميكروسكوب مايكروسكوبيك، وما شكله ايه الكومبليكيشنز. ركز معايا بقى في هذه النقط الخمسه. جالك سكويماس سيل بابيلوما، اولا التيومر دي اخرها كلمه كارسينوما او سارتوما، لا فده هيفكرك على طول انها ايه بناين، فالاوريجن لازم تقول له بناين ولا مالينا، فايتيز ا بناين تيومر من اسمها بابيلوما يبقى طالعه منين؟ من سيرفيس ابيثيليوم، من اسم سكويماس يبقى سيرفيس ابيثيليوم ده ايه ستراتيفايد سكويماس، اذا ذيس از ا بناين تيومر اوف ستراتيفايد سكويماس ابيثيليوم. لكن السايتس دور وفتش في ذاكرتك فين في جسمك موجود الستراتيفايد سكويماس ابيثيليوم، هل هو الجلد بس؟ الاجابه لا، ده انا عندي ميوكس ميمبرينز بالكامل سكويماس، اللي هي مين؟ الليب والتنج والماوث والفارينكس واللارينكس والتراكية والإيسوفيجس والفاجينا والسيرفكس والإينس، يعني إيه؟ هلمة. إذا البابيلوما دي أماكنها كتيرة جدا جدا في جسم الإنسان.
You can find it in many sites, in dress and skin, and in some mucous membranes. The cross picture تاعتها بتقصد ان ده الجلد اللي طالع فيه بابيلوما. طبعا رغم انها بناين الا انها كابسوليتد ولا نان كابسوليتد، اكيد نان كابسوليتد لانها طالعه على سطح في الهواء، فما فيش حاجه تعمل لها كبسول. اللي تبقى كبسوليتد مين؟ اهي الادينوما، عشان دي فين؟ انسايد اسوليت اورجن. لكن دي نان كابسوليتد، اول ما تطلع تظهر طبقه كده سيسايل من غير رقبه، تكبر شويه تبقى بيدانكيوليتد لها رقبه، تكبر اكتر تبتدي البابيلوما دي تولد بابيلومات صغيره فيقولوا عليها كومبلكس بابيلر، يعني بابيلوما والده بابيلومات، وجميعهم نون كابسوليت. ادي المنظر، وتبقى عامله زي الورده. وفي يوم من الايام كده هفتش فيك وهطلع لكم واحد في وشه او في ظهره كتير قوي بابيلوماية من دول، يعني هي كمع شويه. ادي المنظر، اوريجين بناين تيومر اوف ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم، السايتس الجلد والميوكس ممبرينز. ادي الكروس بيكتشر نون كابسوليتد سيسايد بلاجريد او كومباوند. المايكروسكوبيك بيكتشر هي طالعه منين؟ طالعه من الجلد او ستريفايد ايثيليوم. اصلا الستريفايد ايثيليوم كده عشان نفهم شكل التيومر عامل ازاي، الستريفايد ايثيليوم عباره عن بيزا كولومنر سيلز، وبعدين خلايا مدوره بنسميهم بريكل او بوليهيدرا سيلز، دول البريكل سيلز كذا لير كده، وبعدين في الاخر فلات او بيسموهم جرانيولار سيلز، وبعدين لو كان ده جلد يبقى فيه كيراتين كده. وهنا تحت في عندي كونكتيف تيشو اند ديزرت اللي هو الديرمس او سابيت. البابيلوما هي تكاثر الجلد، فهتبقى عامله كده. ابص الاقي لك العيان جاي عنده التيومر عامله كده، تكاثر الابيثيليوم ده بيبتدي يعمل لك ميني لايرز اوف بريكل سيلز، حاجه يسموها اكانتوزز، ميني لايرز اوف جرانيولار سيلز، كيراتين كتير قوي. ادي المنظر، وافتح ودانك معايا وريمبر حاجه قديمه. احنا قلنا ايه التيومر؟ عباره عن حاجتين، ترانسفورمد سيلز بتتكاثر ولازم معاها مين؟ ستروما اند فيسلز. هجي لها منين الستروما والفيسلز؟ من تحت من هنا. ادي الستروما اهي ومعاها شويه فيسلز اهو. ادي منظر البابيلوما بالظبط كده. بصوا معايا هنا في البيزنس ميمبرين بتاع البابيلوما ده، ايه ده؟ مفيش انفيجن لان دي بناين تيومر مش كده؟ يعني زي ما انتم شايفين كده التيومر البيزنس ميمبرين بتاعها ماشي حلوه. ادي مجرد شكل البابيلوما، خلايا متكاثره ومعاها تحتيها كور قلب كونكتد تيشو اند بس. يفضل الكومبليكيشنز. زمان قلنا ابيناين تيومر از نوت دينجرس الا اذا طلعت في فايتال اورجان، هذه بتطلع في فايتال اورجان ما بتطلعش. او ان طلعت في تيبولار اورجان نادرا، ولو طلعت في الاصغر ما بتطلعش. او ان طلعت في اندوكراين جلاند كانوا لنا زمان ما بتطلعش. او انقلبت مالجنت، كان اونلي كومبليكيشن انها تقلب مالجنت. وانقلبت مالجنت طبعا شكلها يتغير تبقى سرطان، وبدل ما يبقى اسمها سكويموس سيل بابيلوما سميها سكويموس سيل ايه؟ كارسينوما. ادي البابيلوما الاولى. تاني بابيلوما عندي، ودي مهمة جدا جدا واهميتها اللي يغلط في الحتة اللي هقولها حالا في الامتحان دي بوعيد سوء، اللي جاية دي probably اهم بناين تيومر عرفها الانسان في تاريخه من ناحية فرصة المالجنس ترانسفورميشن، يعني دي فرصة انها تقلب سرطان عالية جدا. خد بالك معايا علشان واحد يقول لي السكوما ستة في اللون ممكن تقلب سكوما ستة كارثومة في قد ايه؟ هجاوبك الاجابة، يمكن واحد كل 10,000، اذا النسبة هي ضئيلة اوي. هنا بقى ترانزيشنال سيلفا في اللغه دي مصيبه، ركزوا معايا كده. هاخد الترانزيشنال سيلفا في اللغه كده ونطلعها هنا ونتكلم عنها لان دورها مهمه قوي. يبقى نمبر 2 ترانزيشنال سيلفا في اللغه، ولها اسم اخر مهم قوي بيسموها فيلاس باتيلوما. ركز معايا جدا في الترانزيشنال سيلفا في اللغه، نفس النقط هي اوريجن سايتس جروس مايكروسكوب اند كومبليكيشن. هو يمكن لو انا قلت لك اكتر تيشو مجنون او اكتر ابتيليوم مجنونه في جسمنا كلنا هي ترانزيشنال ابتيليوم، فيري اريتابل، يعني ما يطلع منها ورم، الورم ده بيتكسر بسرعه غريبه جدا. فالتيومر دي بتطلع الاورجن بتاعها طبعا هي بناين تيومر ارايزنج فروم ترانزيشنال من اسمها ابتيليوم، ويبقى السايت سهل قوي اللي هي اليوريتر تراكت بلبس يوريتر اند بلاد. ليه سميناها فيلاس بابيلوما؟ افتحوا دانكم معايا. التيومر دي اول ما تيجي تطلع زي كده، ادي اليورينري بلادر اهي، بتطلع كمالتيبل تيومر جنب بعض، وكل واحده بتكبر بسرعه جدا وتطول جدا جدا، تبقى بلانجريت جنب بعض، يبقى عليه زي الفيلاي بتاعت الانتستن كتير قوي، فسموها فيلاس بابيلوما. ولما الدكتور بيخش بالمنظار، المنظار ده عباره عن فتله كده اخرها لمبه وعدسه مكبره،
يحس ان هو يقول لك كده انا شايف حته زي تكون بلفتي او بلفتي بلفتي يعني زي القطيف شعر جنب بعض جنب بعض كتير قوي. هنا منظرها كلاسيك يعني كده. بالمايكروسكوب اتس فيري ايزي. نفس الرسمه دي هي هي بس استبدل المنظر ده من ستراتيفايد كوي ماسكيتيريم واخليه مين؟ ترانزيشنال اكتيني. هي هي بالظبط. يبقى هلاقي عندي layers of transitional cells ما يزيدوش عن 6 لانه لا. وجدنا احصائيا انه لو عدد layers اكتر من 6 التيومر دي ناوي تقلب مالجنا. some layers كده في transitional cells proliferating not more than 6 layers وبرضه تحتيها connective tissue and vessels. وتعالى بقى شوف معايا الكومبليكيشن وافتح ودانك معايا عشان الراجل منتظر منك تقول له كده في الامتحان. هو المريض ده بتاعك بيجي لك ازاي في العياده؟ كلاسيكالي بالظبط كده. هي البلادر هي بتكونتراكت اثناء الاكل فيتريشن، ممكن واحده من دول تفرقع فيحصل له هيباتوريا ليدنج. دي مشكله مش كبيره قوي، لكن هو العيان هيترعب. بليدنج يجي له، يروح الدكتور جاي باصص كده يلاقي التيومر. اول ما يلاقيها كده وعارف وابتدى يقول لها زمان على طول هي هاز تو تريت ات ايميديتلي. ليه؟ لانه 50% ات ليست من البناين تيومر بيقلب مالين. دي نسبه عاليه قوي. يعني بقول لك اكتر من 50% من الترانزيشنال سيركل بلوما هيقلب الى ترانزيشنال سيركل كارسينوما. ده معناها انك انت وانس يو دايجنوز ما تستناش، يو هاف تو تريت. لكن السكوما سيركل بلوما يو دايجنوز استنى، نادر قوي ما تقلب مالجنس، لكن دي كومن جدا تقلب ايه مالجنس. This is the most important item. ده في امتحان في الامريكان بورد كده يجي يحط لك كده 10 اسئله 10 تيومرز، يقول لك مثلا سكويما سيلفك اللوما مش عارف ايه ادينوما ايه لايكوما ايه ايه، يقول لك وفستوم الترانزيشنال سيلفك اللوما، وراح قايل لك one of these tumors is most likely to turn malignant. راح اشاور على مين؟ الترانزيشنال سيلفك اللوما. معروفه عنها الحكايه دي جدا جدا جدا. اذا الاوريجن بتاعها ايه؟ ترانزيشنال ابتيريا. السايتس بتاعتها فين؟ البلفس اليوتر والبدر. الجروث بيكتشر بتاعتها حتى اسمها فيلاس، عاملين زي الفيلماي او البلد كده كده في الدوما. بالمايكروسكوب ترانزيشنال سيلز تحتيها كونكتيف تيشو. الكومبليكيشنز هيماتوريا شويه نزيف مش مهم، اهم كومبليكيشن 50% اتليست بيقلب الى ترانزيشنال سيل كارسينوما. تالت ورم اللي هو الضغط في اللوما ده سهل قوي. نفس الحكايه في الضغط في اللوما. انا عايز اتكلم عن الاوريجن والسايت والبروس بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر، بس هنا هنقولها بسرعه لانها جايه في السيستميك بالتفصيل بعد كده. في اللوما اوريجين سايت جروث مايكروسكوب كومبليكيشن. يمكن انا اقول لك الف بقى اوريجين التجنان تيومر الضغط الابيثيليوم بتاع مين؟ البريست. يبقى السايت بتاعها البريست. الجروث بيكتشر عاده بنشوفها وهي عامله بابيلي كده صغيره اللي هي الكومبلكس باترن ده. والمايكروسكوبيك بيكتشر لو قلت لك الرسمه دي هي هي هستبدل فيها كلمه واحده وتبقى ضغطة في اللومه، ان السيلز دول هنا مين؟ ترانزيشنال. هناك يبقوا مين؟ باكسلز. ايه الضغطة في اللومه كده؟ هبص الاقيها عباره عن لير اوف كولامنر ابثيليوم بتوع الضغط وتحتيهم برضه الكورنيتف تيشو اند ذا فيسلز. ايه بقى الكومبليكيشن؟ وانا بقول دي بسرعه لانها جايه بالتفصيل ليتر اون في السيستميك. ايه الكومبليكيشن بتاعت الضغطة في اللومه؟ هو الست دي كتير قوي تجي لنا في حاله هلع. الضغط كونتراكشنز دي راحت مفرقعه لك واحده عامله بليدنج فيرنيت. تجي لنا الست الصبحيه عندها بتفرق من الهلع. عارفين النهارده الفيميلز في القرن العشرين وهم عندهم هاي اويرنس معرفه جامده بان في حاجه اسمها كانسر بريست، اي حاجه غلط في البريست تخلي الست ايه؟ يجي لها حاله من الرعب. فتيجي الست الصبحيه تلاقي نقطتين بليدنج في الاندر ويرز بتاعتها، وبعدين تيجي تبص في الميرور في المرايه تلاقي فعلا في ميلك في دم ناشف على النت. بس كده يا دكتور تجري جري على الدكتور، الدكتور يحاول يفتش على التيومر ما يلاقيهاش لانها بتبقى ايه 3 4 مللي فيري سمول. فنجري جري نعمل لها حاجه اسمها اشعه على القنوات او اسمها ماموجرافي، فتبان لنا فسفوسه قد كده، فنروح عامل لها على طول العمليه. ليه؟ لان خوفا انها تقلب بلي. ها؟ فاهم؟ نور اوف ماستكتومي اسمها كوادرانت مش الحته دي بس. لا ده بمعنى اصلا فريق. فاذا الكومبليكيشن ساعتها ايه؟ بليدنج فيرنيكل. هي مش كومبليكيشن ولكن دي بناين تيومر ممكن تقلب الى ايه؟ مالجنانت، ونسميها بدل ضغط في اللومه ضغط كارسينوما. الورم الرابع والاخير في المجموعه بتاعه التابيلوما هذا الورم بيطلع من الميكوزا اسمه ادينو في اللومه.
الاورجن بناين تيومر بتطلع من الميكوزر وسايت الجي اي بي. جروسلي زي معظم الكابيلومات ممكن تبقى سيسايل او بيدانكيوليتد او الكومبلكس كابيلاري باتر. ادي الاورجن والسايتس وادي الجروث بيكتشر. بالمايكروسكوب زي كل الكابيلومات كورب كونكتد تيشو متكاثر معاها الاتيكيليام بتاع المكان. يمكن بس الجي اي تي لازم نبقى عارفين ان الميكوزا عباره عن جلانز, فهنا بنلاقي الكابيلوما دي كلها جلانز متكاثره. ومن هنا قلنا ان احنا بنسميها ادينو كابيلوما او ادينوما تاسبوليب لانها شكلها قد الادينو كابيلوما او الادينوما تاسبوليب الاخريه. اذا الاورجن بتاعها اتس بناين تيومر طلع من جلاندولار ابيثيليوم السايتس الميكوزا او الجي اي تي. الجروس بيكتشر سايل او بيلانكليتد او كومبلكس كابيلاري زي الكابيلوما بتاعت الجلد. الميكروسكوبيك بيكتشر زي اي كابيلوما كونكتد تيشو وفي جلاندز متكاثره زي بتاعت الميكوزا. والفاضل مين الكومبليكيشنز, ويمكن دي برضه بقولها بسرعه لانها موضوع كبير قد كده في السيستميك. الكومبليكيشنز كتير قوي مع الكريستالسيس بتاع المعده, واحده تفرقع فتعمل بليدنج ويجي لك العيان برضه عنده حاله هلع, رجع دم او نزل دم في الستولز. فهو الدم بيبقى كميته مش كبيره قوي 5 6 سنتي, لكن كميه القلق اللي بيعملها مصايب. برضه نعمل منظار نلاقي التيومر دي واحده او اكتر نشيلها خلاص, حاجه بنشيلها بالمنظار اخر المنظار ده بسكينه صغيره كده بنقدر نقطعها. ليه؟ لان لو شفناها دي لايبل انها تشينج مالجنت, يبقى الكومبليكيشنز بليدنج ادي واحد, والتاني اف ليفت ان تريتد ات ويل تشينج مالجنت. ادي بالنسبه للنوع الاول من الابثيريال تيومرز اللي اسمه بابيلوما. وممكن جدا في الامتحان تتسأل خصوصا في السكويما سيل بابيلوما على اساس ان الثلاثه التانيين دول هيرجع يتدرسوا ثاني في السيستميك ابروتش, لكن ممكن تسأل بابيلوما كله كموضوع كامل متكامل. ثاني واخر بناين ابثيريال تيومر هي الادينوما, ودي سهله جدا عشان لازم يتدرسوا مع بعض. لو انا جيت على الادينوما وقلت انا محتاج الخمس عناوين هم اللي اتفقنا عليهم, اي تيومر تسمع اسمها على طول يبقى لازم تتكلم عن اوريجين سايت جروث بيكتشر مايكروسكوبيك تيوم. فلو جيت على الادينوما قلت لك الاوريجين وبعدين السايت الجروث بيكتشر المايكروسكوبيك بيكتشر والكومبليكيشنز, ركز معايا. الاوريجين من اسمها ادين يعني جلاند, فديس از ابيناين تيومر بتطلع من الجلاندولار ابيثيليوم, تطلع من الاسيناي او السمول داكت بتاعت الاندوكراين او الاكسوكراين جلاندز, زي الثايرويد زي البنكرياس زي الماماري جلاند الى اخره. السايت هي كل الاندوكراين والاكسوكراين جلاندز. فاضل قبل ما اقول الجروس بيكتشر بتاعتها يمكن خلاص اوريجين سايت سهله بيناين تيومر اوف اندوكراين اند اكسوكراين جلاند. فاضل اقول حته صغيره انه يمكن البريست مشهور عنه انه الاورجن الوحيد اللي ممكن يدي لك بابيلوما اند ادينوما. بص معايا البريست معمول من داكس واسيناي كده. لو من سطح الجلد طلعت تيومر تبقى سكويمس سيل مين بابيلوما, لو طلعت من هنا تبقى مين داكس بابيلوما, وان دول تكاثروا يعملوا مين ادينوما, تبقى كابسوليت ده بسرعه. فالبريست يمكن جاست انترستنج ان انا اقول انه احد الاورجنز اللي ممكن تشوف فيه اثنين ابثيريال تيومرز بناين هما سكويمس سيل بابيلوما اند داكس بابيلوما, وواحده بناين ثانيه اللي هي طبعا الجلاند الابثيريال اللي هي مين الادينوما. خلينا بقى في الادينوما, يعني دي مش هتهمني قوي دلوقتي, ونكمل بقى الكلام. اوريجين اتز بناين تيومر اوف جلاندولار ابثيريال طبعا من الاسيناي او السمول داكس, سايتس اندوكراين اند اكسكراين جلاندز. جروس بيكتشر الجروس بيكتشر التيومر لو قلت لك دي ثايرويد, طيب ده في ميل بريست, طيب اي اندوكراين جلاند تاني ايه؟ اي اندوكراين جلاند اخرى ايه؟ التيومر كله انا بقسمها اربع مرات علشان في اي واحد من الاورجنز ات از انسايد ا سوليد اورجن فا ات از اولويز كابسوليت, اللي هي راوندد او اوفال. ادي جوه البريست كابسوليتد, جوه الثايرويد كابسوليتد, جوه الاوفال كابسوليتد, جوه البنكرياس كابسوليتد, اي اورجن ات از كابسوليتد بناين. الكروس سكشن بتاع التيومر دي ممكن يطلع
وانت بتقطع فيها كات سكشن احيانا تلاقيها سوليد، يعني كانك عايزين يو ار كاتنج ثرو ا بوتيتو سوليد كات سكشن، واحيانا تفاجئ بان الكات سكشن ده مليان سيستيك سبيسز بيسموها سوليد ادينوما اللي هي دي او دي، دي يسموها سيستا ادينوما، ودي هنفهمها حالا تحت الميكروسكوب. واحيانا تلاقي الكات سكشن بتاعها مش بس سيستيك، ده السيستي دي حاجات كده زي تفيلومات صغيره بالبروجكت دي يسموها بابيلاري سيستا ادينوما. جات منين بقى الكلام ده؟ ركزوا معايا، لان الادينوما سؤال مهم جدا في التحليل. يبقى ادي التيومر جراستي عندي منها ثلاث احتمالات كات سكشن، يا سوليد يا سيستيك يا سيستيك ويت بابيلي. جات منين الحته دي جراستي؟ تعالى بقى بص على المايكروسكوبيك بيكتشر وافتح ودانك معايا. الادينوما طالعه من جلاند، سواء الماماري جلاند او البنكرياس او الثايرويد او واتس سو ايفر، فوحده التقاص الادينوما دي ودايما اي جلاند في الدنيا فيها استروما اندسيف، فمن هنا هيطلع الادينوما. اتضح ان الادينوما دول فور تايبس، فور مايكروسكوبيك تايبس. ركزوا معايا تمام. النوع الاولاني بلاقي الاسيناي متكاثره كده اهم كده، ومعاهم زي اي تيومر في الدنيا زي اتفقنا في استروما اندسيف اهم. النوع ده يسموه سيمبل ادينوما، والتيومر ممكن تطلع سيمبل ادينوما وتفضل سيمبل زي مثلا في البنكرياس، او ممكن تقلب السيمبل ادينوما دي الى النوع الثالث او الرابع. الثاني ده سيبه شويه، وركزوا معايا في السؤال اللي هساله. تعرفين لو ادينوما طلعت في جلاند ات ماي فانكشن سكريت، فلو عملت سكريشن السكريشن بتحوش، فتبص تلاقي السيمبل ادينوما دي بقت كده، الاسيناي كبرت جدا. فبدل ما كنت بسميها سيمبل ادينوما هسميها سيستا ادينوما، وادي برضه الاستروما بس ساعتها كده. اذا السيمبل ادينوما ممكن تتحول لسيستا ادينوما، والسيستا ادينوما دي عارفينها تاني كده ايه، وادي السيلز بتاعتها كده. لما يكون عندي سيمبل ادينوما والخلايا بتاعتها تولد، تقوم تولد اسيناي جديده، تقوم تخاف تولد اسيناي. لكن هنا في السيستا ادينوما لان بقى عندي اليومن واسع قوي، واسع جدا، فالبانز سيلز دي تيجي تتكاثر لبره تلاقي عندها اليوم تتكاثر انسايد، فتعمل كابيلاري بروجكشن كده. خدوا بالكم، يبقى انا عندي ده اسمه سيمبل ادينوما، ده اسمه سيست ادينوما، وده اسمه كابيلاري سيست ادينوما. عندي نوع تاني او رابع موجود ما بين دول الثلاثه سكه واحده، يعني ممكن السيمبل يقلب لسيست والسيست يقلب لكابيلاري سيست ادينوما. النوع الثالث ده او الاخير ده الرابع ده اسف ده توتالي ديفرنت. احيانا نبص نلاقي ادينوما طالعه سيمبل اهي اسيناي اهم زي دي بالظبط، ولايند بنفس الاتجاه عادي خالص، بس الاقي الاستروما بتاعتها بتتكاثر بعنف جدا، احس ان فيها فايبروبلاست اكتر كتير جدا 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 من اللازم. فدي بيعتبروها ميكس تيومر ادينوما اند فايبروما، فيسموها فايبرو ادينوما. فايبروما اللي هي ورم طالع من تكاثر فايبروبلاست، فدي ورم ميكس ومشهور جدا، بل دي يمكن المسكولم في الاربعه. كسايتس بقى اشهر مكان تطلع فيه ادينوما سيمبل وتفضل سيمبل هو البنكرياس. اشهر مكان تطلع فيه تيومر ميكس ادينوما اند فايبروما او فايبرو ادينوما هو البريست ثدي المرأة. واشهر مكان يطلع فيه سيستا ادينوما او بابيلر سيستا ادينوما هو الاوفر بتاع المرأة. ودلوقتي بقى اسالكم سؤال وانتم تجاوبوا. انا عندي 4 مايكروسكوبيك تايبس و 3 جروس باترنز، تعال نطبق ده على ده. مين التيومر اللي سيستك ويت بابيلي؟ هي البابيلر سيستا ادينوما. مين التيومر الكاستشن بتاعها سيستك؟ هي السيستا ادينوما. مين التيومر الكاستشن بتاعها سوليد؟ هي اللي فيها لا سيست ولا بابيلي، اللي هي مين؟ يا السيمبل ادينوما يا الفايبر. يبقى السيمبل ادينوما فايبر اللي دول بتاعها براسي سوليد، السيستا ادينوما سيستك، والبابيلر سيستا ادينوما سيستك وبابيلي. ويفضل اخيرا الكومبليكيشنز. A benign tumor is not dangerous unless ان طلع في vital organ. مش طلع وان يكن لو عايز اكون فيري اونست، هي ممكن في نوع منها يطلع في فايتال اورجان اذا طلعت ادينوما فين؟ في البيتويتري جلاند، لان البيتويتري دي فين؟ جوه المخ. فاذا حبيت بقى، لكن خلينا كده الاول نقول المين كومبليكيشنز هنا ممكن تطلع وتفانكشن سكريشن
في هرمون زي مثلا طلعت في الثايرويد تعمل ثايرويد سكوزس، ازود معلومه، وان طلعت في الكتويتري ممكن تطلع كروس هرمون وتعمل اكروميجالي او شايجانتيزم، او انقلبت مالجنان الى سرطان. يعني هي ممكن تقلب مالجنان انتو ادينو كارسن. يبقى في حصه النهارده هسالكم فاضل 11 دقيقه، تاخدوا الريست وتاخدوه على طول. طب على طول، طب حددلكم ريستايه كده دقيقتين واحنا قاعدين. قدامنا حته سهله قوي 12 minutes and we will be back home. احنا خلصنا البناين ابيثيليال تيومرز حيث هناك بابيلوما وادينوما، مفيش واحده ثالثه. هنشوف المجموعه الجديده اسمها بناين ميزينكايمال تيومرز، هناخد منهم النهارده حاجات بسيطه كده ونكملهم المره الجايه. والميزينكايم هو الكونكتيف تيشو، وهو المسلز وهو الفيسلز. فهنبدا بالبناين تيومرز اوف كونكتيف تيشو، ونبدا في الكونكتيف تيشو باشهر ورم على الاطلاق ميزينكايمال بناين اسمه لايكوما، او بالعربي الكيس الدهني. اللايكوما او الكيس الدهني اللي احنا دلوقتي عايزين نتكلم عنها بطريقه سيستماتيك، نفس الحكايه، اوريجين وسايتس وجروس ومايكروسكوب وكومبليكيشنز. وافتحوا ذلكم معايا اولا برضو عشان تبقى انت عندك اويرنس كده. This is the most common، يعني لما اقول لك جسم الانسان فيه بناين تيومرز، ما هي اشهر بناين تيومر على الاطلاق ابسولوتي؟ It is lipoma. لما اقول لك ما هي الموست كومن بناين تيومر اوف ذا فيميل بريست؟ It is fibroadenoma. احنا كنا مش عايزين نتكلم على ادينوما، لكن دي موست كومن في مكان معين، لكن دي موست كومن في كل الاماكن. فهي فيري كومن تيومر، وبالتالي لازم تبقى عارفها كويس. اللايبوما كاوريجن من اسمها، It's a benign tumor. من اسمها لايبو يعني طالعه من دهن، من خلايا دهنيه. It's a benign tumor of adipose tissue. ويبقى السايتس بتاعتها فين؟ زي ما بقول احيانا سهل ان الواحد يرص كلام، لكن الاسهل منه انك تعرف فين الحته الوحيده اللي بتحصلش فيها اللايبوما بالباقي كله صح. انتوا عارفين زي ما بقول دايما جميع انحاء جسم الانسان فيها فات سيلز، وبالتالي يطلع فيها لايبوما ما عدا، يمكن في حته عارف السكين مش مهم قوي زي الاي دي، لكن ما عدا بالذات السي ان اس. السي ان اس مليان دهن بس ما فيهوش خليه دهنيه واحده. طبعا ده حكمه في ربنا، عشان لو البريكا فيه فاتسيز الانسان لما يدخل مخه كان هيدخل، يعني معقول ده حقيقي والله. فدي يمكن حكمه في ربنا. وبالتالي اللايبوما if you mention any site ما عدا السي ان اس يبقى انت رايح، يبقى انت صح. لكن هذه السايت هي مين بقى؟ موست كومن في السب كوتينيوس تيشوز تحت الجلد. ده ليه؟ خصوصا الشولدر، ده مكان حلو قوي، معروف جدا الشولدر ده والبطس. انتر ماسكولار سيل، انت لو جبت عضلات، لو رحت شريط لحمه من عند الجزار تلاقيها مليانه دهن. المسلز مليانه فات سيلز، فده مكان اخر لللايبوما. او الميزنتري، المساريقه، ميزنتري، بيريتونيوم، مش عارف اومنتم، كل ده اماكن، او اي اورجن بقى، ميكوزا اوف جي اي تي، كيدني، مش عارف اي اورجن فيه فات سيلز. فزي ما انت شايف اني سايت ان ذا بودي ما عدا السي ان اس. الجروس بيكتشر بتاعتها سهله جدا. هي راوندد او اوفال تيومر، بما انها طالعه من تحت سطح حته سوليد، فطبعا هيبقى لها كبسول. It's a benign capsulated tumor. اوفال او راوندد زي اي benign tumor. احيانا تبقى لوبيوليتد شويه، مجزعه كده مقسمه حتت. وبعدين يفضل كلام اي واحد منكم يالفه. تتوقع ان اللايكوما يكون لونها ايه؟ طبعا ده دهن يبقى يلوش، والكونسيستنسي ايه؟ ده دهن يبقى صفر. ومفيش جراح في الدنيا بيقعد فيها، هي بيجي لنا العيان كده عنده تيومر كده بتبقى في كتفه او تحت جلده يعني. تيجي وانت تحاول تمسكها كاكزاميشن لما بتسليك منك، سليبري زحلوقه لانها فيري سوفت. فدي يعني من الحاجات اللي فيري كاركترستيك فيها. جروسلي ات از كابسوليتد، يلوش، سوفت، والجراح وهو بيقطعها في العمليه اللي هي جريسي بدهننا، لانها كلها عباره عن بناين تيومر اوف فاتشز. مايكروسكوبيكالي بقى اتس فيري ايزي. يعني مفيش واحد في الدنيا يتلخبط في لايبوما. وانتوا عندكم على فكره في المتحف عينه لايبوما، وفي السلايدز مايكروسكوب برضه لايبوما بتنزل في الامتحان. تعال نشوف شكل السلايد ده، جروس شكل المايكروسكوب ده.
بالمايكروسكوب بالمناسبة الأديبوستيش والفات سيلز أصلا بتبقى لارج سيل ويز سيجنت رينج نيوكليس. وبالمناسبة في خلية تانية أم دي موجودة بس ما بنشوفهاش إلا بالإلكتروميكروسكوب إذا سمولر سيل ويز ليتل فاكيولز إن ذا سيتوبلازم. ده الأديبوز، دول الأديبوسايت أو الفات سيلز. الكبيرة اللي أنت بتشوفها الصغيرة دي عايزة مايكروسكوب إلكتروني. وبقية الأديبوز تيشو عبارة عن كونكتد تيشو كده. من هنا بيطلع اللايفوما فبتبقى عاملة كده لارج ماتيور فات سيلز متكاثرة بكلير سيتوبلازم وسيجنت رينج نيوكلياي كالعادة ومعاها شوية ستروما and vessels لسه في كلمتين هنا. ولو بصينا بالالكتروميكروسكوب هنلاقي كمان الصغيرين دول متكاثرين كده small cells بفاكيولز بالسيتوبلازم. الرسمة اللي انا بقولها لك دلوقتي حالا كده it's enough for lipoma، لكن في ناس بتحب تتفزلك قوي. بعض الفيوز بتكير مايكروفيشو بالستروما اكتر شوية، بعض الناس يسموها fibrolipoma. بعض الناس تلاقي الفيوز فيها vessels ازيد شوية من النورمال اللي احنا مسميينها angiolipoma. انجيو يعني فاسكولار. زي ما هتعرفوا معايا في الاخر خالص معظم الميزينكايمال تيومرز بيحصل فيها تغيرات فيها سكندري تشينج كده، حته اتكسرت طلع ميوسين بيسموها احيانا ميكزولايكوما، حته مش عارف الميوسين دي او زي ما بيقولوا الفايبرس زياده شويه يسموها فايبرولايكوما. الاسامي دي كلها ان عرفتها كتر خيرك، ان ما عرفتهاش مش هنزعل. يفضل بقى في اللايكوما الكومبليكيشن. عايز اقول الكومبليكيشن دي بس احط قبلها قطر من كلمه very rare. very 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 rarely it may change malignant into liposarcoma. يعني اللي عنده كيس دهني ده مفيش داعي اطلاقا للدكتور يقلقه ويقول له انها هتقلب malignant، لان ده يعني بيحصل واحد كل 100,000. احنا قلنا النهارده في تيومر عايز افكركم فيها تاني very 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 common تقلب malignant، زي مين؟ الترانزيشنال سيل فاتي اللغه، اوعى تنساها. بينما دي very rarely if ever it changes بني. ادي اللايكوما. تاني ورم مش هياخد مننا اكتر من دقيقتين شرح. اسمه فايبروما. والفايبروما خليكم معايا كده فيها. برضو الفايبروما. الفايبروما is انا يعني لو تحبوا وانا not saying something mysterious ده كلام هاي كده لايكوما شوية فات سيلز وبتاع حاجة. الفايبروما اللي هي تاني benign mesenchymal tumor زي ما بقول اللي يعرف الاسم يألف الماجوريتي اوف انفورميشن. origin benign tumor fibro يبقى طبعا من fibroblasts. السايتس لو عايز تكون حريف جميع انحاء جسدك فيها fibroblasts except برضو مين؟ CNS. واحد يقول لي اللي سي ان اس مفيش فايبروبلاست، امال البديله بتاعتها اسمها ايه؟ انتوا مذاكرين استروسايت. اذا الفايبروبلاست تطلع فين؟ في اي حته في جسمك ما عدا السي ان اس. تطلع في الجلد ديرمس سبكتينيس، تطلع في المسلز، تطلع في الاورجانز بيريوستيال في عظمه اورجان زي كده، اي حته بس ما تقولش السي ان اس. ال جروس بيكتشر بتاعتها انا حاسس زي ما بقول، يعني انا بقول حاجه غلط انت بتقول حاجه غلط، يعني ما ينفعش نكون نتكلم مع بعض. الجروس بيكتشر بتاعتها بما انها دايما طالعه من حته سوليد يبقى برضو كابسوليتد زي اللايكوما. والحاجة الوحيدة اللي هتخلف بينها وبين اللايكوما هي ان الفايبروس تيشو لونه جريش رمادي بينما الاديبوز تيشو يلوش، وان الفايبروس بقى ناشف فيرم فايتيز جري اند فيرم بينما اللايكوما كانت صوف اند يلوش. بالمايكروسكوب هي معمولة من ايه؟ معمولة من فايبروبلاست ودول سبيندل شيب سيلز وبيبقى لهم نيوكليي كده تيبرين يعني تخينه في النص وفياع في البريفري، ده شكل الفايبروبلاست. احيانا تبقى السيلز كتير قوي يسموها سيلولار فايبروما. وزي اي بناين تيومر او حتى مالجنان تيومر لازم في ستروما اند فيسلز، فادي الستروما كولاجين مع شويه بلاد فيسلز. ادي منظر الفايبروما، يبقى الجروس كابسوليتد وفيرم وجريش ومايكروسكوبيك يعني فايبروبلاست وستروما كولاجين اند فيسلز. وزي ما قلت قبل كده الميزينكايمال تيومر مشهور عنهم ان الستروما بتاعتهم بتبقى شويه عرضه لطريات ممكن يحصل حته كده يطلع فيها ميوكس يسموها ميكزويد تشينج او حته يحصل فيها هايلاين تشينج. الكومبليكيشن بتاعه الفايبروما برضو فيري 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 ريرلي ممكن تقلب الى فايبروساركوما. يبقى لغايه دلوقتي
فرصة مين كانت أكثر وهي للمالجنس الإبيثيلي البناين إبيثيلي البناين زي كامل طبعا البناين إبيثيلي. آخر ورم عندنا النهاردة في عندكم في الآخر حتة اسمها فايبروماتوزيس دي مش عايزة. آخر ورم النهاردة اللي هو الكوندروما هو أيضا هو ورم سهل جدا. ثالثي عندنا النهاردة في المجموعة البناين الأولى دي اللي هي الكوندروما. والكوندروما من اسمها it is a benign tumor of cartilage. دي ثالث واحدة. it's a benign tumor of cartilage. طب فين السايت بتاعتها؟ ركزوا معايا. السايت بتاعت الكوندروما هي الآتي. ندور على الكارتلج سيلز. لو قلت لك دي عظمة سواء شورت او لونج هي بتطلع مين؟ دي الشورت بونز فوق بتوع الايدين. فاول مكان للكارتلج هو الاتيزيال بليت ده. ولذلك اول مكان للكوندروما غريب قوي تطلع الكارتلج سيلز هنا بتتكاثر انسايد ذا بون. بحيث الاقي التيومر از جروينج انسايد البون بالشكل ده كده. ده اشهر مكان للكوندروما ودي سموها ان كوندروما ان يعني داخليا بهذا الشكل. والان كوندروما دي على فكرة كوندروماتوز او اوليرز. ثاني مكان انا عندي العظمة هنا فيها بيريوستيوم والبيريوستيوم بتاع البون ده فيه كارتر سيلز. احيانا الكوندروما تحصل من تكاثر البيريوستيوم نلاقيها سب بيريوستيوم كوندروما هنا كده على سطح العظمة سموها سب بيريوستيوم تايب او جاكستا كورتيكال جنب الكورتيكس والبون. المكان الثالث احيانا يبقى فيه كوندروسايت في السوفت تيشو اللي جنب البون. احيانا يطلع كوندروما في السوفت تيشو وان يكون ده فيري رير ولكن مكان لابد وان يكون. هناك اماكن اخرى ولكن ذوز ار ذا هو مين؟ ايه دي؟ ما جايزه الفرطات؟ ما حددتوش. اوكي؟ واحد.